لك جورية شو صار لك؟ لك احكي لي شو صار معها؟ شو بدي احكي لك يا عمي؟ شو بدي احكي؟ انا اجيت من المطبخ وماسكه بايدي كاسة المي وجورية وبوريل كانت واقفة عم تسمعكم وعم تحكوا عن جازك ما جازك ونطت من الفرح عم صارت ترقص وفجأة وقعت بأرضها وما بعرف شو صار لي. فجأة يا أمي على عمتي عليك يا أمي على على نحن ليش جبناها لهون؟ خلينا ناخذها على الودود تترتاح. بطة يا رجال ما طلع بيدنا شيء. قوموا ساعدوني خلينا نحملها. قومي تعالي يلا يا حبيبتي يا جورية تقبري قلبي. سلامتك سلامتك يا عمي سلامتك. أهلين يا موعدي. ما بدي أقعد، عروستك ماتت يا مو. شو؟ إيه والله يا أمي، تركتها بالأرض لا من تمة ولا من كمة. يا لطيف. بعت لي حن مالك، ترملت على زغرك أمي. حولك لك. شرف تفضل شرف. يا الله يا الله. أهلين وسهلين حكيم. أهلين شرف شرف شرف. هون؟ إيه هون. يلا خلصنا يا زلمة ساعتين لحتى تصار. كيفوت من حاوي عجورية؟ من حقلك انا عم مكذب عليك انا سهل روح. احكي لي هلا بشو حاسه؟ حاسه راسي عم يجاني كتير وماني شايفه شي. من هلا ورايح بدك تتعودي على هالشي. شو؟ ما بفهم عليك، شو يعني؟ شو يعني؟ المريضة تعرضت على ضربة قوية على راسها وهذا الشي سبب لها العمى. يا لطيف شو عم تحكي أنت؟ الله يوفقك يا حكيم. الله وكيلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب يا رب ساعدنا يا رب. يبعت لي قتلة عليك، يبعت لي قتلة عليك يا سوري. ان شاء الله خير يا بنتي، الله يستر الله يستر يا رب بدخيلك ساعدنا. ان شاء الله خير يا رب يا رب. نظرك رح يرجع باذن الله. كيف يعني بده يرجع حكيم؟ يعني اللي صابك عمى مؤقت ومع الايام ان شاء الله بيرجع طبيعي. متأكد؟ متأكد حكيم؟ بإذن الله. يا الله يا رب يا الله يا رب يا رب.